هنعرف أكثر إزاي نحمي أطفالنا من مخاطر الإنترنت من دكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على مشاهدي إكسترا نيوز. أهلا بك دكتور. طبعا يعني التكنولوجيا بتتطور يوم عن يوم حرفيا، والتقنيات الرقمية نفس الكلام. إزاي نقدر نحمي أطفالنا من كل الحياة اللي احنا مش بنعرفها؟ هم قاعدين في أوضهم، قاعدين في كورنر معين في البيت أو في مدرسة أو في أي مكان، مسكين الموبايلات والتابلتس والأي أجهزة الكمبيوتر وقاعدين بيلعبوا عليه، واحنا مش عارفين إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيشوفوه وإيه اللي بينزل لهم من أي محتوى عنيف، محتوى غير لائق. إزاي نحمي أطفالنا من أي حاجة غير لائقة على الإنترنت؟ وكمان في آراء بتقول يا دكتور إن المنع بيولد العند، فالموضوع هيبقى أزيد بالنسبة لهم وهيبقى في كده يعملوا كل حاجة هم عايزينها في الخفاء، فرأي حضرتك إيه؟ طبعا أنا يعني بأكد مع حضرتك، طبعا منع في عالم مفتوح شيء صعب جدا، قد يكون مستحيل. وبالتالي فكرة ان انا امنع هيبقى شيء حقيقة غير واقعي وغير منطقي في ظل وجود 5 مليار بني ادم على الانترنت 8 ساعات في اليوم. فاحنا محتاجين حقيقة الى استراتيجية زي ما حضرتك تفضلت، حقيقة احنا محتاجين الموضوع ده اصبح يؤثر على العالم كله حقيقة. والكلام ده مصر بتشتغل فيه من سنين طويلة، انا شخصيا كنت لجنة فيها كل الجهات ذات الصلة لاستخدام الآمن للإنترنت حقيقة، واشتغلنا على هذا الملف من سنين طويلة جدا. الموضوع محتاج يبقى فيه نوع من أنواع الحوار بيننا وبين أولادنا. الحوار دوت قائم على إن هذا العالم على قد إن هو مفيد جدا ومهم جدا، وإحنا في عصر رقمي وطريقة الوصول إلى المعارف الجديدة هي الطريقة الوحيدة عن طريق الإنترنت، وإن إحنا بنسقل مهاراتنا من خلال التعلم عن بعد ومن خلال استخدام المنصات. إنما المراحل الأولانية في العمر اللي هي فترة 7-17 سنة في نسب كبيرة جدا بتتعرض لمشاكل كثيرة جدا، منها طبعا التنمر الرقمي وتسريع الاستغلال وسرقة البيانات ده حقيقي يا دكتور محمد. لكن خليني أرجع بيك لتقرير اليونيسف والمنظمات المهتمة بحقوق الطفل وحماية الطفل. بعتبرها نسب متواضعة جدا، إن في كثير من النسب لا تعلن عنها، الناس ما بتبلغش عن الموضوع. لا أنا ما بتكلمش على النسب يا دكتور، أنا بتكلم على التوصيات اللي أوصت بيها اليونيسف علشان حماية الطفل والمراهقين من مخاطر الإنترنت والانحراف اللي ممكن يحصل عن طريقه والتنمر اللي ممكن يحصل عن طريقه والأمراض، لأنه تم إدراج إدمان الإنترنت ده يعني خلاص بقى مرض محتاج علاج. التوصيات اللي في التقرير يا فندم، إيه المتاح اللي احنا ممكن نعمله في مصر أو السياسات اللي هم بيطالبوا إن هي يتم العمل عليها بشكل رسمي؟ فكرة تدريس مبادئ الإنترنت للطلبة باستمرار، ومبادئ الأمن السيبراني للمرحلة العمرية دي، لازم نفهم الأولاد إن الكلام دوت حقيقي، وإن الكيسز هي أو الحالات هي، وإن ممكن الكلام دوت يؤثر عليك تأثير كبير جدا ويتم استغلالك ويتم التلاعب ببياناتك. فإحنا محتاجين يبقى عندنا نوع من أنواع التفاهم لهذا الموضوع على مستوى الأطفال وعلى مستوى أولياء الأمور وعلى مستوى المحيط الأسري. محتاجين إن إحنا حتى يبقى إحنا كأسر نغير بعض الممارسات في حياتنا حقيقة. محتاجين يبقى في أوقات معينة ما حدش يخش فيها الإنترنت، محتاجين إن يبقى في أماكن داخل البيت الأماكن دي ما فيهاش إنترنت، يا جماعة إحنا هنقعد مع بعض نتكلم مع بعض، ففي حوار مجتمعي وحوار أسري. وإن الحاجة اللي هتحمينا حقيقة الأمر ليس فقط إن أنا استخدم بعض يعني البرامج التكنولوجية في مراقبة التليفونات أو التابلت للأطفال إن أنا أشوف بيخشوا عليه، إنما الحقيقة اللي هيحمي هو فكرة إن أنا أرسخ فكرة الحوار ورسخ فكرة إن الكلام ده على قد ما هو مفيد جدا إنما في مناطق في منتهى الخطورة، علشان نحمي أطفالنا الحقيقة من التشوهات الفكرية ونحميهم من التشوهات النفسية اللي ممكن يتعرضوا لها في هذا العالم اللي قد يكون في بعض الأحيان لو أنا ما عنديش الوعي الكافي وعالم خطر جدا يؤدي إلى وجود مشاكل كبيرة جدا للأطفال إذا كان على المستوى النفسي أو حتى على المستوى الجسدي. طيب دكتور محمد، هل في برامج حماية؟ يعني هل نقدر نقول إن دلوقتي في برامج حماية معينة نحدد بها المحتوى اللي بيشوفه الأطفال مثلا؟ أقدر طبعا أعمل برامج حماية، أقدر أعمل حاجة ما يطلق عليها الوايت ليست أو القائمة البيضاء للمواقع اللي هم
يخش فيه، اقدر احط كلمات داله ان هو ما يقدرش يخش لو استخدم هذه الكلمات، ما يقدرش يخش على المواقع اللي فيها هذا الموضوع. في بعض المفاهيم حقيقه، انما لو انا حصل نوع من انواع الافراط في هذه النوعيه من البرامج هتؤدي النتيجة العكسيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها، هي فكره المنع يؤدي الى عند، وبنتكلم على عالم متغير بسرعه جدا، ان لو انا حتى منعت موقع معين او في 9000 مليون موقع بيطلعوا بالظبط، غير ان هو ممكن يدخل من اي جهاز تاني. يعني بشكر حضرتك دكتور على كل هذه المعلومات الحقيقه، ونتمنى تكون اضفنا لاولياء الامور. دكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا وامن المعلومات.